بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الموعد عندما الهلال ابتسم مستقبلاً شهر الضيافة والكرم، ومن كربلاء ومن قناة الكميل الفضائية انطلق النداء: لبيك يا شهر الله. فهذا العام ستستعيد وجهك الحقيقي بعد سنوات من عمليات السطو التي مارستها عليك منظومة إعلامية عمدت إلى تشويه معناك. ولأن الزبد يذهب جفاء ويمكث في الأرض ما ينفع الناس، كان وجيها بالحسين البرنامج الذي أنهى غربة شهر رمضان، فتسلل إلى البيوت والأفئدة في أيام هي عند الله أفضل الأيام وساعاتها أفضل الساعات، فأعاد إضرام لهيب الخيام في القلوب التي تقطر حباً لسيد الشهداء، ليجري الدمع المقدس في الزمن المقدس. وفي سبيل ذلك قدم منتج العمل الدكتور عماد مهدي الزبيدي كل ما من شأنه خدمة الأهداف الموضوعة، فرافقت البركة كل مفاصل إنتاج هذا العمل ليكون الإمام الحسين عليه السلام هو المنتج الحقيقي للبرنامج. الليلة مشاهدينا نصل إلى الحلقة الأخيرة من برنامج وجيها بالحسين، هذا الختام الذي سيكون لقاءً احتفائياً بفوز 12 رادوداً وخمسة فتية من المتأهلين إلى التصفيات النهائية، فمن وصل إلى هذه المرحلة هو حتماً من الفائزين، لكن يبقى للمسابقة قواعدها التي تحتم على اللجنة اختيار ثلاثة أوائل من فئة الكبار وثلاثة من الفتية. ولأنه ابن القرآن، خير بداية مع آيات من كتاب الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك البيت الطهور ولد طفل أمست عيناه للنور نور، نفس مطمئنة أقرضنا إياها الرحيم الغفور، روح سطعت في مدار ربنا فغدت قربان عشق هز جذع حزننا، فتساقط علينا وجع القصيد جنيا حزنا على من كان للكرب سميا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في جنتي. اهتدوا وإنما اهتدوا لأنفسهم، فتحوا أقفال القلب وعبروا نحو من مضى إلى أقاصي التضحيات، فباب الوصال اليوم مشرع لمن أراد الآخرة وقادته لهفته إلى منهل عين الحياة. فكم أهلك الله من القرون من بعد نوح، وكم من عاشق أفناه الهوى
لكن طوبى لقلب فتنه هواه. ففتح باب الشعر كلما مر على رؤياه، فمات الحب مسراه والصوت براق يسعى بين الدمعة والآه، وأولئك كان سعيهم مشكورا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا مسهم العشق حتى دنوا فتدلوا، فكانوا قاب قوسين أو أدنى. من جراح لا زال الصمت يرتجف لذكرها، ويدك القلب صعقا لآلامها. فسبحان حبك، كم من قلب يرتل فيك وحي الحنين بعدما رأى ما لا يرى بالعين. ونبض الروح يهتف، اللهم اجعلني
عندك وجيها بالحسين. بسم الله.